يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مدى صحة أن الصوفية ما مدى صحة أن الصوفية يؤمنون بالقدر ولا يتقيدون بالشرع، والقدرية يعملون بالشرع وينفون القدر؟ المعتزلة يعني، المعتزلة المعتزلة يؤمنون بالشرع وينفون القدر، ويقولون الإنسان يطيع باختياره ويعصي باختياره، وليس لله تقدير أنه يعصي وأنه يطيع. أما الجهمية والمرجئة وغيرهم فعلى العكس، وغلاة الصوفية فعلى العكس، يؤمنون بالقدر ويغلون فيه ويلغون الشرع، يقولون ما في الشرع، ما له فائدة ما دام الله قدر هذه الأشياء ولا بد أن تقع، وهذا هو الطاعة، إذا وافقنا القدر فقد أطعنا الله، يغالطون في هذا. لو شاء الله ما أشركنا، أو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذه إبليس عليه لعنة الله احتج به لهذا، قال ربي بما أغويتني، ولم يقل يستغفر الله ويتوب إليه مثل ما حصل من آدم عليه السلام، وإنما احتج بالقدر فلعنه الله. نعم.